دموع المقلتين على أعتاب الحسين، على أعتاب الحسين، سيل الدمع جاري والحزن شعاري، سيل الدمع جاري والحزن شعاري على أعتاب الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. من الملفت في المناسبات المختلفة طوال العام، ليالي القدر، النصف من شعبان، في شهر رجب، في الأربعين، في محرم، زيارة الحسين عليه السلام. لا أعني الذهاب إلى كربلاء فحسب، وإنما زيارته ولو من بعيد. ولهذا نلاحظ في كتب الدعاء هناك فصلان في زيارته: الزيارات المطلقة، يعني في أي وقت تحب أن تزوره عليه السلام من الممكن أن تزوره بلا توقيت، كيف في تعقيب الصلوات الواجبة، هناك تعقيبات عامة وهناك تعقيبات مختصة بالظهرين والعشاءين. من أراد أن يجمع الفضيلة يزور الزيارة العامة والخاصة، يعقب التعقيب العام والتعقيب الخاص. آداب الزيارة في هذه اللحظات: أولاً، اجعل الزيارة خطاباً. إذا سلمت على أحدهم وعينك على الجهاز مثلاً، سلمت عليه وأنت معرض بوجهك، يعني تنظر إلى جهة أخرى، يقول: يا فلان، ما هذا السلام؟ سلامنا على البشر عادة فيه توجه إجمالا، الآن لا أقول بكاء نحيب، ولكن بالتفات، سلم على مواليك بهذه الالتفات. لا تقل الميت الإمام في كربلاء مثلا وأنا أين، هذا المعنى نجيب عليه في زياراتهم: أشهد أنك تسمع كلامي وترى مقامي، لا مقامي في الحائر، لا مقامي عند الباب وفي كربلاء، لو كنت في القطب الشمالي يرى مقامك، لا فرق، من يراك عبر الجدار لا فرق بين جدار أو قارة، الأمر هو هو، وتسمع كلامي وترد السلام، عالم البرزخ في عالم الدنيا لا صلة بينهما، لعل والدك في عالم البرزخ يستغيث بك، يقول: أسعفني بعمل صالح، ولكن صوته لا يصل إليك. إذن هذه المعاني استحضرها في زيارة المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. بعض النقاط في الزيارة: البعض يسأل: بعض مضامين الزيارة لا تناسب مزاجي، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا، إن لم يجبك بدني عند استغاثتك واستنصارك فقد أجابك سمعي وبصري. هذا كلام قد يكون كاذبا، أين أجابك سمعي وبصري؟
من يغتاب، من ينظر إلى الحرام، كيف يدعي هذه الدعوة؟ يا ليتنا كنا معكم، لابد أن تكون في مستوى أصحاب الحسين عليه السلام، فكيف نقول هذه العبارات؟ الجواب ما نقوله في سورة الحمد: إياك نعبد، من الذي يعبد الله حصرا؟ وإياك نستعين، من الذي يعبد الله يستعين بالله حصرا؟ إذن كلام يقال بمعنى أنك تقرأ الزيارة على لسان المعصوم، لا أنك تدعي هذه المضامين. ومثاله أيضا في دعاء كميل: كم فيها من المضامين التي لا تنطبق علي وعلى أمثالي، لا أضجن بين أهلك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين. الإنسان في نار جهنم مشغول بعالمه. المهم هذه العبارات نقرأها بهذه النية. هنالك أمران قل من يلتفت إليها، قد تصاب بحيرة. هذا المعنى إن شاء الله ينفعك إذا زرت الحسين عليه السلام. قل من عمل بهذه الرواية. الإنسان يتحير في حياته، يقدم يحجم، يعامل من، يتزوج من، يصاهر من، الحياة كلها حيرة. من طرق رفع الحيرة الاستشارة، استشارة أهل الحل والعقد. من طرق رفع الحيرة الاستخارة المتعارفة بالقرآن وغيره. وتعلم أن هناك صنف ثالث من الاستخارة تعملها تحت قبة الحسين عليه السلام، وصفتها على ما أوردها العلامة المجلسي بسند صحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال: ما استخار الله عز وجل عبد في أمر قط 100 مرة يقف عند رأس الحسين عليه السلام ويقول: الحمد لله ولا إله إلا الله وسبحان الله، وفي رواية يقول 100 مرة: أستخير الله برحمته خيرة في عافية وذهب. تقول: ما العلامة؟ أين قبضة السبحة؟ أين القرآن الكريم؟ يقول: رماه الله بأخير الأمرين فعلا أو تركا، يعني أنت مسدد، ملفك نظر إليه. الآن ارجع إلى كربلاء، إن تمت الزيجة فيها خير، إن تمت المعاملة فيها خير. هذه صورة من صور الاستخارات النادرة. أنت قد تستخير الخيرة جيدة ولكن لا توفق لها، ولكن تحت القبة تسأل الله عز وجل أن يستخير لك ويسددك. إذن هنالك مزيتان. كلمة أخيرة، وهذه الكلمة إن عملت بها ستكون من الفائزين إلى آخر العمر. بالله عليك لا تنسى ما أقول الآن، أنت الفائز. نشرب الماء، نعم، نذكر عطش الحسين عليه السلام. يقول الراوي: جعلت فداك، الإمام الصادق عليه السلام، إني كثيرا ما أذكر الحسين، فأي شيء أقول؟ طبعا هذا الراوي كثيرا ما أذكر عند شرب الماء وغيره. كثيرا، بعض المؤمنين يستيقظ من النوم يتوجه إلى كربلاء، ممكن. قال: تقول 3، كم يكلفك؟ صلى الله عليك يا أبا عبد الله، فإن السلام يصل إليه من قريب وبعيد. قل 3، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. ذهبت إلى الحمام تستحم،
ما المانع برجاء المطلوب يغتسل غسل الزيارة؟ خرجت من الحمام توجه إلى كربلاء، قل صلى الله عليك يا أبا عبد الله ثلاثا، افتح السجادة وصل ركعتين. زيارة كاملة فيها غسل، فيها زيارة، فيها ركعتان. كم الفرص تمر علينا مر السحاب. إلهي بفاطمة وأبي وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج والعافية والناصر. أبلغ عنا في هذه الساعة تحية كثيرة وسلاما، لأرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات. لأن الحسين السلام